أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مغادرة كبير المراقبين الدوليين مايكل ليزغارد اليمن بعد انتهاء مهمته على رأس البعثة الأممية. غادر كبير المراقبين الدوليين مايكل ليزغارد مطار صنعاء بعد إنهاء مهمته على رأس البعثة الأممية في الحديدة. ونقلت مصادر صحفية عن مسؤولين مطلعين قولهم أن ليزغارد طلب إنهاء ولايته بعدما اختارته بلاده لتولي وظيفة عسكرية رفيعة. وكان الدنماركي ليزغارد قد تولى منصبه نهاية يناير الماضي خلفا للهولندي باتريك كاميرت الذي انسحب من مهمته هو الآخر بعد أزمة ثقة مع ميليشيا الحوثي. ولم تكشف الأمم المتحدة عن الرئيس الجديد لبعثتها في محافظة الحديدة وسط استمرار الخروقات والتصعيد العسكري في المدينة ومحيطها. وكانت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على تفعيل آلية وتدابير جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا أنجز ليزغارد خلال فترته، وما أبرز التحديات التي منعت حدوث أي تقدم في ملف الحديدة، وأيضا لماذا تصمت الأمم المتحدة أمام تنصلات ومراوغات الحوثيين ومساعيهم لإفشال اتفاق السويد. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. رئيس بعثة ثانٍ للمراقبين الدوليين في الحديدة يغادر دون تحقيق أي اختراق في جدار اتفاق ستوكهولم. لا جديد غير معاناة اليمنيين المتفاقمة وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في الحديدة. غادر كبير المراقبين الدوليين مايكل ليزغارد مطار صنعاء بعد إنهاء مهمته على رأس البعثة الأممية في الحديدة. رحل تاركاً المشاورات معلقة في مرحلتها الأولى بين رفض الشرعية لخطوة الانتشار الأحادية من قبل الحوثيين وإصرار الحوثيين على تثبيت الخطوة التي تمت بإشرافه. يكمل ليزغارد فترته دون إحراز أي تقدم، فحتى خطوة إعادة الانتشار لا تزال غير مكتملة وفي تفاصيلها خلافات بين الطرفين. يغادر ليزغارد بذات الظروف المشابهة التي غادر فيها سلفه الهولندي باتريك كاميرت الذي انسحب من مهمته بعد أزمة ثقة مع ميليشيا الحوثي أيضا. ومثلما تعرض موكب كاميرت لإطلاق النار في السابق من قبل الحوثي، لم يسلم مكتب اجتماعات البعثة الدولية في عهد ليزغارد من قصف ميليشيا الحوثي. تمعن الميليشيا في إفشال ملف الحديدة كأحد ملفات اتفاق ستوكهولم، لتمنع أيضا انعقاد اجتماعات لجان إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وتعقد الاجتماعات الأخيرة في عرض المياه الدولية على متن سفينة أممية. لم تنجح مساعي الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم نحو السلام بعد تجزئة الحلول وتفتيت القضية اليمنية الكبرى، ولم تجد شيئاً غير كسب الإنقلابيين للوقت وإطالة أمد تيه اللحظة اليمنية. مراوغات وتنصلات الحوثيين هي نفسها حاضرة في تفاصيل الحلول المجزأة، كما كانت في مشاورات القضية الكبرى المتمثلة باستعادة الشرعية وإيقاف الحرب في جنيف والكويت. 8 أشهر على اتفاق السويد الأممي ولا سلام يلوح في الأفق، وها هو ليزغارد ينهي مهمته عند نقطة اتفاق الطرفين على تفعيل آلية جديدة لوقف إطلاق النار والتهدئة. اتفاق هش محفوف بالمخاطر وخيارات تكاد تكون منعدمة رغم رهانات المبعوث الأممي على الحل السياسي واستبعاد الخيارات العسكرية. تنضم إلينا من برلين رئيسة منتدى مدار سمية الثور. مرحبا بك معنا سيدة سمية. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نعم، يرى اليمنيون أنه لا جدوى من الفرق والبعثات الأممية إلى اليمن، ولا تعد كونها خانات وظيفية لكوادر الأمم المتحدة. ما رأيك مع هذا التصور أو هذا الرأي؟
لا أتفق تماما، يعني في المحصلة هذا هو دور الأمم المتحدة في أكثر من أزمة في حول العالم. لا نستطيع أن نحصر هذا القدر من العمل والجهود بهذا الشكل، بالرغم تحفظنا على كثير من الأساليب المتبعة، وبرغم تحفظنا على كثير من السياسات التي تتبعها الأمم المتحدة أو مبعوثينها، لكن حتى نصل معهم إلى طرق صحيحة لابد أن يكون نقاشهم بمستوى ما يتم طرحه في على الطاولة، وهذا هو المحك الأساسي، يعني لأنه يعني ليست هذه مشكلتنا الوحيدة، أنه يسد عدد موظفين بمئات الآلاف، لكن مشكلتنا هو تغاضيهم عن السبب الأساسي في حرب اليمن، مشكلتنا معهم في تساهلهم في يعني التنديد بالاختراقات اللي تحصل من في الحرب في اليمن وغيرها كثير، يمكن نتطرق لها فيما بعد، لكن ليست المشكلة الآن فقط من هو الموظف، من سيأتي، والذي سيأتي لن يكون بأفضل من ذهب ونحن نعرف ذلك، لكن فعلا لدينا مشكلة مع منظومة العمل نفسها في الأمم المتحدة في حل القضايا الشائكة والخطيرة التي تمس الإنسان. يعني نحن نتكلم هنا في الحديدة عن قضية إنسانية كانت بالدرجة الأولى، نتكلم في الحديدة عن مجاعة تكلم عنها العالم كله، ستكون يعني أسوأ مجاعة على مدى التاريخ. يعني الموضوع كبير جدا، لكن للأسف طريقة التعاطي معها دون المستوى، ويعني ويدل على أن هناك يعني فجوة كبيرة بين ما تسعى له الأمم المتحدة وما يحدث في أرض الواقع. طيب سيدة سمية، ماذا حقق لوليس غارد خلال 8 أشهر على اتفاق السويد؟ وهناك أيضا كما نعرف رئيسين لبعثة المراقبين الأموميين تم تعيينهم، ولا يوجد أي تقدم على الأرض في الحديدة. يعني لو ترصدي لنا ما هي التحديات التي حالت دون أحداث أي تقدم في اتفاق السويد بشكل عام، وملف الحديدة أيضا بشكل خاص؟ بالنسبة لملف الحديدة، التحديات كانت واضحة من البداية، يعني في يعني أقل من أسبوع اتضح أن هناك اتفاق هش جدا في اتفاق ستوكهولم، اتفاق ليس واضحا ماذا على كل طرف أن يعمل، ماذا حق هذا الطرف، الحكومة ماذا عليها بالضبط، وما يحق لها أن تتحكم فيه، والحوثيين كذلك ما هو الذي يجب عليهم من الانسحابات، لم يكن واضح بالنص، وإنما كان اتفاق عائم أجبر الأطراف، أجبرت إجبار على التوقيع عليه بأوامر دولية أتوقع لم يكن أحد راضي عنها، والدليل تصريحات وزير الخارجية وبعض أعضاء الوفد. وبالنسبة للحوثيين لا يعد هناك فارق كبير، لأنهم في نهاية المطاف لا يلتزمون بالاتفاقات بأي حال من الأحوال. نعم، بالتالي نعم سيدة سمية الثور، ابقي معنا. ننتقل إلى الصحفي بسيم الجناني معنا من الحديدة. مرحبا بك سيد بسيم. مرحبا أخي. نعم نعم، كيف ترك لوليس غارد الحديدة بعد انتهاء مهمته على الصعيد الأمني والإنساني؟ نعم أخي، طبعا لا يوجد أي تقدم على أي أصعدة، سواء حتى على الصعيد العسكري، ما زال الوضع كما هو عليه قبل وصول لوليس غارد، أو حتى بعد مغادرة باتريك الحديدة. هناك مشاورات تمت على امتداد الأشهر الماضية، جميعها تركزت في نقطتين أو محورين، الأول هو إعادة الانتشار، والثاني هو موضوع ما يتعلق بالإدارة الأمنية والمالية المتعلقة بالحديدة، خاصة بما يتعلق بالمجلس المحلي، وهي التي أثارت الخلاف التي عادت الحوار إلى
النقطة الأولى التي لم تنفذ حتى الآن بشكل كامل، هو ما يطالب به الفريق الحكومي أن يكون هناك إعادة تقييم ومراقبة كاملة لعملية إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والصليب. أعتقد أنه لا يوجد أي تقدم، وخاصة أنه المبعوث الأممي طلب تمديد الفترة إلى 6 أشهر قادمة، ما يعني أن هناك كما يقول أن هناك نية لعملية لحل السلام، لوصول إلى السلام بالأصح، لكن في الواقع لا تزال هناك حشود يتم حشدها على نقاط التماس، معارك مستمرة بشكل شبه يومي. الحالة الإنسانية للأسف فشل باتريك ولويس جار في فتح ممر إنساني، وهي كانت أول نقطة من نقاط اتفاق ستوكهولم، وهو فتح ممر إنساني باتجاه كيلو 16 للوصول إلى مديرية المتضررة من المعارك وإيصال المساعدات عبر ميناء الحديدة باتجاه شارع 12 وكيلو 7. إلى الآن لم يتم فتح هذه الطريق وإزالة الألغام منها، وهي أول نقطة إنسانية كانت مفروض أن تتم في بعد اتفاق ستوكهولم مباشرة بشهر، أي في 29 يناير بالتحديد كانت هذه النقطة يجب أن نعم بسيم نعم تفضل بالبقاء معي. زي ما ذكرت سنواصل معك مناقشة أن لا تقدم في الملفات الأمنية والإنسانية في الحديدة، بالعودة إلى السيدة سمية الثور. وصل سيدة سمية رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة والإسقارد إلى نفس قناعة سابقة للمبعوث الذي قبله هو كاميرت. أين المشكلة سيدة سمية بالضبط فيما يتعلق باتفاق الحديدة، ولماذا لم نشهد إلى اليوم أي ضغوطات أممية جادة على تنصلات وخروقات الحوثيين؟ أتصور أن ملف الحديدة يعتبر بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولكثير من اللاعبين في الملف اليمني يعتبر أو تعتبر خلينا نسميها يعني نقطة انطلاق لحل سياسي يسعى له أو لحل لحل سياسي يسعى له في اليمن كاملة. يعني لو نلاحظ رغم الفشل الواضح جدا في ملف الحديدة، يعني حتى أن احنا نعرف أنه الانسحاب الأحادي الذي حصل لم ترضى عنه الحكومة الشرعية، وهذا أحد الأسباب الآن لماذا فشلت يمكن آخر التشاورات مرة أخرى على متن السفينة مع لوليسكار. كان السبب الرئيسي هو الانسحاب الأحادي الذي تم تحت مراقبة أحادية للحوثيين دون شراك الحكومة في هذا الانسحاب، مما يدل على أن هناك فعلا زي ما ذكرنا يعني في شغل كل يشتغل على هواه وبطريقته ويضغط بطريقته وبقوته. ولذلك أعتقد أن ملف الحديدة يعني إصرارهم على محاولة حل حالته ومحاولة فرض أي حل، وهناك وسيكون هناك كما أتصور فرض لحل لا يرضي الجميع ولكنه يرضي طرف أكثر من طرف، ويفرض هذا الطرف على الآخر بطريقة أو بأخرى بحيث يكون انطلاق لحل سياسي في أكثر من منطقة. يعني أن إحنا لو وضحت اليمن وضحت الفكرة سيدة سمية ثور، كنت معنا من برلين رئيسة منتدى مدار. نعتذر على الاختصار لضيق الوقت. ننتقل إلى الضيف الآخر بسيم الجناني من الحديدة. سيد بسيم، ما الذي اختلف في الحديدة وملفها منذ قدوم للوسغارد مقارنة بسلفه باتريك كامبيرت؟ نعم أخي، لو لاحظت آخر اجتماع عقد قبل أسبوعين أو أسبوع ونصف، وختام الاجتماع تم الاتفاق على أن الملفات الشائكة في نقطة الخلاف التي كانت في الاجتماعات هي موضوع الناحية الإدارية والأمنية فيما بعد عملية إعادة الانتشار بعد أن يتم تقييمها ومراقبتها. وفي الأخير للأسف حيلت هذه الملفات إلى المبعوث الأممي للتفاوض فيها أو مناقشتها مع القادة السياسيين سواء في الجانب الحكومي أو الجانب الحوثي، بمعنى أن لوليسغارد لم يحقق أي إنجاز في هذه الملفات التي منذ أن قدم إلى الحديدة أو منذ أن جاء إلى الحديدة. وكل ما تم خلال هذه الفترة هي عملية عزل الانتشار الأحادية،
والتي للأسف لم تنفذ بشكل كامل، وانتقد عليها سلفه باتريك حين نفذها الحوثي بشكل ما يسمى مسرحية. للأسف الموضوع الأممي في الحديدة أو الملف من يدير المؤسسة الأممية في الحديدة يحاول عبر المبعوث الأممي تحقيق أي إنجاز كان، أي إنجاز كان يحققه جريفيث في الحديدة يحسب له بعكس سلفه السابقين سواء جمادي العمر أو ولد الشيخ الذين فشلوا أيضا في تحقيق إنجاز على مستوى كل الأطراف داخل اليمن. الآن جريفيث يحاول يحقق أي خطوة تحسب له ومهما كانت، وإن كانت على حساب معاناة الناس وإن كانت على حساب التحيز لطرف دون طرف. اليوم هو يطلب تمديد المدة لمدة 6 أشهر قادمة، بمعنى أن ملف الحديدة أصبح ملف طويل المدى، وكأنه هناك يعني نحن الآن كلنا نتحدث عن نقطتين ما زالت محل خلاف، ونحن الآن داخلين في الشهر السابع. يعني وضحت وضحت فكرتك بسيم الجناني الصحفي من الحديدة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ضيفنا الأخير عبد العزيز الهداشي من الرياض، المحلل العسكري من هناك. سيد عبد العزيز، غادر كبير المراقبين الدوليين مايكل ليسغارد مطار صنعاء بعد إنهاء مهمته على رأس البعثة الأممية في الحديدة. ما هي قراءتكم لفترة إدارته للملف مقارنة بسلفه السابق كاميرت؟ عبد العزيز الهداشي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. إذن وبهذا القدر نكتفي بالنقاط التي طرحناها على ضيوفنا هنا، وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج زوايا الحدث. نشكركم على المتابعة، ولكم التحية مني ومن فريق العمل. إلى اللقاء.